فرح، صدرت مؤخرا نتائج تاسع التعليم الأساسي، كانت نسبة النجاح 76.23%، فكان للناجح والمتفوق حصة ونصيب. خلينا نحكي عن نسبة القبول في يعني مثل ما بيقولوا العامة، وأهمية التسجيل بالتعليم المهني، كمان كثير مهم التعليم المهني أشاروا عليه، وخاصة بمرحلة إعادة الأعمار. كل هالتفاصيل رح نناقشها مع الأستاذ سليمان يونس، مدير تربية دمشق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. ينعاد عليك أستاذ بكل الخير والصحة يا رب. وبالبداية أكيد نقول ألف مبروك لكل الطلاب الناجحين بالشهادتين الإعدادية والثانوية، للمتفوقين كمان ألف مبروك، الراسبين أكيد في فرص أخرى بالحياة وسنوات قادمة بيقدروا يعيدوا فيها. أستاذ، خلينا نحكي بداية عن نسب النجاح والرسوب بالمحافظات. هلا بالنسبة لدمشق كان نسبة النجاح هذا العام لشهادة التعليم الأساسي 79%، في زيادة عن العام الماضي. 76 على مستوى سوريا، 76 على مستوى دمشق، 79 تمام، 79 على مستوى دمشق. يعني كانت هي النسبة زادت عن العام الماضي، هذا بدل على أنه بعتقد كان طلابنا هذا العام مرتاحين أكثر من العام الماضي، بسبب أنه كانوا خايفين السنة الماضية من حالة الكورونا، هي السنة كان في حالة أريحية أكثر. نعم، فكانت نسبة النجاح أفضل ونسبة التفوق كانت أفضل. وأنا عم بقرأ المقدمة تذكرت حالي وقت طلع لك عامة أو ما طلع لك عامة. هلا يمكن التعليم المهني يعول عليه أيضا في ظل إعادة الأعمار. خلينا نحكي عن النسب، شو كانت النسبة للقبول في التعليم العام وشو كانت النسبة بالمهني، يعني دي العلامة كانت بالنسبة المئوية. هلا هي تختلف من عام إلى عام، لأنه نحن حسب نسبة القبول العام بين 30 و70%. هلا انا من هذا الراي الاجتماعي نحن نتمنى انه نطلع منه، من كلمه انه طلعنا عامه او شيء لازم نطلع منه نحن، لانه التعليم المهني هو يعني بالقرن 21 وباعاده الاعمار بسوريا نحن بحاجه لناس اختصاصيين اكثر من ناس يعني فلسفه وجغرافيا وتاريخ، يعني صار في عندنا كم كبير من خريجين هالمواد، بينما نحن بنشوف نحن سوريا بحاجه الى نجاره، الى ميكانيك، الى الكترونيات، وشفنا نحن انه في عندنا حالات ابداعيه كثير عن طلابنا. معدلات القبول بالتعليم العام كيف شايفه السنه استاذ، ويمكن هل بتناسب الوضع على هذا الاساس؟ ممكن وضعه مثل ما قلنا السنه الماضيه كان في حاله هلع او خوف من وباء كورونا، السنه كيف عم بتكون؟ هلا ما تغير شيء هن بالنسبه يعني هي نظره واحده، نظره واحده لم تتغير، لا يختلف، يمكن وضع علامات قد يختلف بين العام الماضي وهذا العام. التعليم العام موجود يعني، وفي عندنا طلاب يرغبون بالتعليم المهني. انا من يومين التقيت مع طلاب علاماتهم يعني جيده متفوقين، ولقيت عم يفكروا بالتعليم المهني، وهذا بدل على انه قد يكون هناك اختلاف حتى بوعي اطفالنا بالنسبه للتعليم المهني. نعم، يعني سبقونا حتى بنظرتنا. عم اقول انه تغير شويه تفكير سالي، لانه مثل ما قلتي قبل شوي بتذكر لما نحن كنا بهي المراحل دائما الخوف انه نحن مثلا ما يطلع لنا تعليم عام، دائما الخوف من الطريق الثاني، هذا اللي بنشوفه يمكن عند اغلب الناس. هلا هي حاله مجتمعيه، نحن دائما في عندنا بنحكيها بالعاميه، نحن في عندي عده الارما، يعني انا عندي حلم انه ابني مثلا دكتور. يصير دكتور عشان يحط ارما ويكتب الاسم الثلاثي ويذكر اسمي، فهي النظره بعتقد بعد فترات اختلفت. يعني صار نحن لما عم نروح نحن ايام نجيب مصلح مثلا كمبيوتر صحيح. عم ياخذ الشيء الفلاني تمام، عم نشعر انه لا هو ذاك كان انجح من من ابني الطبيب او المهندس، بما انه قادر انه يعني يكون موجود وفاعل بالمجتمع. صح، وفي ظل التطور التعليمي كمان هي تشجيع لطلابنا كلهم انه كل حدا خلينا نقول بالاتجاه يلي هو حابه، المهن لا تقل عن باقي القصص، وخاصه نحن بمرحله اعاده الاعمار، حتى الطلاب يلي مثلا جابوا علامات عاليه ولكن يمكن اهلهم بدهم اياها تامه، كمان الف مبروك لهم، كمان ما بنعرف شو الظروف يلي كانت محيطه فيهم. خلينا نحكي على المحافظات يلي شهدت نسبه تفوق، خلينا نقول اكثر المحافظات اللي شهدت نسبه تفوق، طرطوس، اللاذقية، احنا ما عم نتحيز بس بدنا نعرف.
هلا نحن انا بحكي على مستوى دمشق، يعني مبروك لكل الطلاب بكل المحافظات. اعتقد انا يمكن محافظه طبطوس كان في عندها الرقم الاكبر بالنسبه للمتفوقين بحدود 25 طالب بالعلامه التامه. نقول مبروك لكل ابناء الوطن. ونحن هي السنه شفنا من جنوب سوريا الى شمال سوريا حاله التفوق موجوده. يمكن نحن هلا عم نشوف نحن ثمرات الانتصار بدات تظهر حتى على اطفالنا من خلال حاله الطمانينه الموجوده عندهم، عكست حاله ايجابيه بطريقه دراستهم. بالنسبه ل اذا بدنا نقول طلاب الشهاده الثانويه والدورات التكميليه يمكن يلي بيخضعوا لها اليوم، شو اهميتها حتى لاستدراك يمكن اي شيء فاتهم خلال فتره الامتحان؟ دورات التقويه ان كان تقويه وان كان دورات تكميليه. هلا هي دائما الطالب لما يفوت على القاعه الامتحانيه هو بيكون وصل لذخيره كامله من خلال العام. يعني دائما الطالب بنقول نحن اخر لحظات قد لا تفيد دورات التقويه. صحيح. هي بس نوع من حالات السبب. نحن دائما بنقول لطلابنا اللي هلا يتقدموا للامتحان التكميلي انه لا، حاول انك انت تقرا وين راحوا علاماتك. يعني هلا تضيع الوقت بجلسات التوقعات وجلسات التقويه، وتضيع الوقت انه انا والله ارجع الساعه 3 بالليل وعم تنقل من مكان الى مكان مشان نجيب الاسئله المهمه اللي برايه، تمام؟ هي اعاده الخطا الاول اللي انت وقعت فيه. لا، انا بتمنى انه يقعد ويهدى ويشوف وين راحوا علاماته، طريقه دراسته وين فاتته، وين كانت نقطه الضعف له، عشان يفوت على الدوره التكميليه ان شاء الله بحاله تفوق. نعم. يمكن بمر دائما الطالب بمرحله انه علامته ما عجبته او مو هيك هو بيجيب، يمكن بيختلف سلم التصحيح، بيقوم في شيء اسمه اعتراض، بيرجعوا للتربيه فيه لاعاده النظر في الماده يمكن يلي مقدمينها. لأي حد في تعاون بينكم وبين هدول الطلاب ايضا يلي كمان بيحرصوا هنن؟ في كثير طلاب بيحرصوا انه لا انا دارس هيك وانا مجاوب هيك، يعني صلهم التصليح هن ما بيكونوا عارفين مين وفي نتيجه؟ طبعا يحق للطالب الاعتراض على اي نتيجه. وقدموا طلاب المرحله الثانويه جميع فروعها الاعتراضات، وفي اعتراضات للطلاب كانت محقه وفي اعتراضات لم تكن محقة. يعني نحن دائما نقول للطالب عندما تكون واثق انك انت كتبت بتم اعاده التصحيح مره ثانيه او مجرد جمع؟ هلا نحن اعاده جمع المفردات وتاكد من ان جميع الاسئله مصححه. هلا نحن احيانا مفهوم اعاده الجمع جمع العلامات اكيد بيفهموها بعض الطلاب انه انا بس بتطلع على القسيم الفوقاني. لا، انا بتاكد انه جميع الاسئله مصححه. يعني انا مثلا بماده الرياضيات 13 سؤال لازم انا اعرف انه في عندي 13 مربع موجود فيها علامات، معناها الورقه مرت على المصحح والمدقق والمراجع وامورها بخير. كانوا 12 مربع معناها في سؤال لم يمر علي يتم معالجته. شو الحالات اللي مرقت يعني عليكم هيك من ابرز الحالات؟ هلا مرقت جميع الحالات بس مو بالنسب العاليه. هلا نحن دائما متفاهمين احيانا لحاله التبرير الموجوده عند الطالب. اكيد. يعني الطالب احيانا يعني ما بحسن يقولن لاهلهم، ما خلينا نحكيها بالعاميه، اني انا فشلت او انا لم اوفق بهذا الامتحان. فهو يضع جميع المبررات ومنها انه انا كتبت بس ممكن ما صححوا لي. هلا بالاعتراض ببين معنا نحن انه كلامه كان دقيق او غير دقيق. وجميع الاحوال يحترم الاعتراض الطالب وبياخذ يعني انه انت يعني مستفيد او غير مستفيد، وما بنتضايق نحن منه يعني مشان ما هلا. بس في فكره دائما يعني نحن نسال حالنا عنها، ليش نحن او حضر وزاره التربيه لما بيتم تقديم الاعتراض بيكتفوا يمكن بالتاكد من تصحيح جميع الاسئله، بيكتفوا بجمع العلامات مره ثانيه، يمكن ما بيراجعوا السؤال نفسه اعاده التصحيح بطريقه كامله لانه الاعتراض عم يكون بنسب قليله، يعني احنا ما عندنا هي الاعداد الهائله من الاعتراضات، ليش ما بيتم اعاده التصحيح من اول وجديد؟ ماذا يفيد اذا ورقه مرقت على السؤال مرق على المصحح والمدقق والمراجع ضمن سلم التصحيح؟ هلا الطالب احيانا بيعترض انه انا حالل بطريقه ثانيه، هي الطريقه الثانيه قد تكون هي غير موفقه. هلا اذا كانت موفقه او خارج عن سلم التصحيح، خارج عن سلم التصحيح، تمام. هلا هذا اذا كان يعني حقا هو حالل،
هلا نحن مثل ما قلت انا يعني انا اتقبل كل اراء الطلاب بالنسبه لاعتراضاتهم، بس نحن بقناعه نفسنا بنعرف انه في منهم عن قناعه وفي منهم احيانا بشكل من اشكال يعني التبرير او رفع ما بيقولوا يعني او حتى يمكن معتبرين انه هن محقين بهذا الاعتراض، يعني نوع من رفع واجب انه انا يعني عسى وعلا. نعم، يمكن من خلال المربعات اللي ذكرتها حضرتك كحال كان ناقص يمكن جدول او خلينا نقول سطر غير مصحح، غير مصحح هون يتم اعاده النظر في الماده. بترجع بتمرق على ثلاثه الماده مشان طبعا تصحح تعاد تصليحها. لجنه اكبر من ثلاثه صارت، انا في لجنه اعتراضات طالع على المحافظه اللي تم فيها التصحيح. نعم، هلا هو دائما حاله عدم تصحيح سؤال يعني بتكون واحد من 10,000 لتكون هيك في حالة. تمام، معنا حالات شائعة كمان، حالة يعني تدرس. يعني احنا كمان الطالب خاصة الطلاب اللي عم يبحثوا عن العلامة التامة، أحيانا الطالب أنا لما بكون عم يناقشني بناقشني بكل دقة، فأنا بشعر إنه هو الطالب عرفان علامته إنه هي مو هي. والأحيانا في طلاب يعني مجرد الاعتراض، مجرد اعتراض من أجل اعتراض، وكمان نحن نحترم هاي الحالة. كيف آلية تقديم الاعتراض وشو هي المدة الزمنية المسموحة بتقديم الاعتراض ومراجعة الورقة الامتحان؟ هلأ بالنسبة للشهادة الثانوية خلاص الاعتراضات ويعني عم يشتغل هلأ فيها التاسع، عم نتقبل نحن اعتراضات كان يوم الخميس ليوم الوقفة. قدي مسموح متى؟ تاني يوم أو تاني يوم صدور النتائج كان حتى يوم الخميس. تمام دائرة الامتحانات الآن فاتحة عم تستقبل طلبات. تمام، خلينا أيضا نحكي عن أهمية التعليم المهني في ظل الظروف الراهنة الحالية. قديش نحن اليوم تم استقطاب هدول الأشخاص يمكن يلي ما جابوا التعليم العام أخذناهم على التعليم المهني والحاسوب أيضا كمان شيء كتير مهم هلأ بحياتنا العملية. ما أهمية التعليم المهني؟ هلأ أنا أتمنى، هذا رأي شخصي، أنه ألا تربط علامة الطلاب بالمهني. نعم. ولا ألا يشعر الطالب أنه اللي ما طلع له عام فسألقيه إلى المهني. لا أنا بتمنى أنه يكون فيها رأي عام ومجتمعي بأن التعليم المهني هو جزء لا يتجزأ من عملية التعليم العام والمهني، يكونوا صنوان في آن واحد، نصل لنتيجة أنه الطالب لما بيدخل حاسوب أو معلوماتية أو صناعة بجميع فروعه هو عم يتخرج يحمل شهادة ويحمل يعني حالة أكاديمية. نعم نحن نعم. مثلا أنا في عندي يعني رأي شخصي اعتراض على كلمة مدارس الفنون النسوية. تماما، لماذا تحصر بالإناث فقط؟ ليش ما الطالب يطلع مثلا خياط يتعلم تصفيف الشعر؟ عم يتعلم مو بلا تعليم عم يطلع بالضبط. يعني هلا احنا عندنا مدارس الفنون النسويه تصفيف الشعر كانوا كثير ناجحات، طب ليش ما يكون في شاب كمان يدرس هذا صحيح. الموضوع صحيح. نعم بتضل الافكار يمكن قيد الدراسه لحين امكانيه صحيح. التطبيق، والمهم يكون في نظره للاحتياجات ان كان بين الشباب وان كان حتى للشارع والواقع السوري. كل الشكر لك استاذ، واكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك استاذ سليمان يونس، نتمنى التوفيق لكم بعملكم أكيد، وأيضا لطلابنا يلي نجحوا واجتهدوا يلي ما حالفهم الحظ. إن شاء الله بأعوام القادمة بيكون لكم فرصة من النجاح والتفوق أيضا. يعطيك العافية.